إذن أهلا وسهلا متابعي الكرام، متابعي جريدة فيس بريس، مرحبا بكم معنا من أمام محكمة ابتدائية بمدينة فاس. اليوم في إطار تتبع ديال الأطوار الملف ديال القضية ديال مريم منعم وزهير، معنا الصحفي والصديق الغالي مراد. مرحبا بك معنا خويا. أهلا وسهلا خويا زهير، تحية ليك طبعا من المنبر ديالكم فيس بريس، المنبر ديال المصداقية وديال الشفافية، وتحية من خلالك لجميع المتتبعين الكرام. الله يكبر بك اخويا مراد. مراد، شفنا حنايا مؤخرا انك كنت مشيتي دخلتي في قضية ديال الصلح ديال فتيحة القراوية والقضية ديال نعيمة البدوية. شفنا ان مشيتي لعندهم حتى المنزل ديالهم في تطوان مع امي زهرة، شنو كان وقع داك النهار؟ قلتي صلح الحديبية خلاصة، ماشي صلح نعيمة البدوية واختها فتيحة القراوية، وإنما أنا أطلقت عليه صلح الحديبية، لأنه صلح الحديبية كان في جلسة وتصالحوا، فهاد العائلة هذه كنعتقد على أن مجموعة من المتدخلين في هاد الموضوع، من بينهم قنوات، من بينهم أشخاص اللي رافضين رفضا تاما أنه يكون الصلح. هاد الصلح كان مبادرة مجموعة من الأشخاص، من بينهم سعيد ولد أمي نعيمة في الغربة، ومن بينهم حكيمة الزوجة ديال أعتقد زوجة الأخ ديال زهير، شنو سميتو؟ وليد هي اللي كانت اتصلت بينا وقالت لك أودي أنا متبع اللايفات، واكتشف من خلال التصريحات ديال الطرف الثاني موضوع النقاش على أنه لم تكن هناك أي مبادرة من طرف أي شخص، فاقترحت علينا قالت لي ما لا نديروا حنا هذه المبادره هذه ولو في الخفاء، لعل وعسى تلقى واحد الاقبال وتلقى واحد الصدى طيب عند طرف ثاني موضوع النقاش. وفعلا ذلك ما كان، كان هناك اتصال مع امي زهره اللي لقينا ما عنده واحد الاقبال كبير على هذه المبادره، وخذينا على اعتقنا على اننا نكونوا مرافقين فقط، مرافقين لامي زهره وعمي عزوز، بحكم انها امراه مسنه، هي الجدة. يعني حنايا في التقاليد وفي الاعراف المغربيه ديالنا ملي كتجي عندك جداتك صافي انتهى الكلام، ما محتاجينش شي شخص غريب على العائله على انه يتدخل. فالجده كانت عندها واحد الفرحه كبيره انها تقوم بهذه المبادره، وفعلا ذلك ما كان، كنا مرافقين الجدة وعمي عزوز غريبه. عمي عزوز غريبه هو واحد الشخصيه معروفه عندهم في القبيله، حنا كنعرفوا بان اي قبيله كيكون واحد الشخص اللي نكن له كل التقدير والاحترام، وكيلقى واحد الاقبال عند جميع العائلات في ديك القبيله. بحكم انه تربى معاهم، بحكم ان عنده علاقه طيبه مع الاخت فتيحه، مشينا الى مدينه تطوان، لكن كان عندي شرط واحد هو ان ما تمشيش معنا امي زهره بوحدها، كان عندي الشرط الواحد هو ان يمشي معنا واحد في ولاده. مشى معنا كمال كمرافق اول الام ديالو، انت كتعرف بان هناك جده العمر ديالها يتجاوز 90 سنه، خاصه معامله خاصه، خاصه واحد الاعتناء. فحنايا كل واحد فينا عنده مهمه، انا مثلا غنسوق السياره، الولد ديالها كمال غادي يكون مع الام ديالو غيقدم ليها جميع المساعدات. انت عارف بان الطريق طويله، وطريق فاس تطوان طريق طويله وتقريبا 5 سوايع ديال الطريق، ماشي سهله. وفعلا مشينا عند دوك الناس، استقبلونا، دخلت الجده قالت لهم انا نخلي لكم الخناشي هنايا، انا ما فهمتش ديك الكلمه، ولكن عزوز ولطيفه اللي كانت حاضره معنا من الاصدقاء ديال العائله طرف موضوع النقاش، طرف ثاني موضوع النقاش، فسروا لنا بان نخلي لك الخناشي هنا، يعني نخلي لك هنا يعني السخط او الرضا، يعني الا درتي بوجهي وقبلتي الصلح نخلي لك الرضا، ما درتيش بوجهي ورفضتي الصلح نخلي لك السخط. فكانت محاولات ماراثونيه تقريبا اكثر من 12 ساعه في النهار الاول و12 ساعه في اليوم الثاني، ماشي مشكل اكيد. وخدينا وعود اوليه على انه غيكون خير، وعلى ان عثمان قال لي بعض من اللسان ديالو انه غادي يجي امام القاضي هو اللي غادي يدافع على هذوك الاشخاص ويقدم التنازل بيدو. حنا تفائلنا خيرا، فاتحه قالت لي الشرط الوحيد اللي عندنا هو انكم تمشيو عند خويا محمد، وليد على محمد هي اللي كاينه. قلت لها شنو العبره في هذا في هذا في هذا في هذا الشرط؟ قالت العبره هو ان بغيت خوتي هما اللي يتصالحوا بعدا اولا، باش يكون الصلح من القاعده ديال العائله، ما يكونش تنازل فقط، يكون تنازل بالاضافه الى الصلح. عجبني الحال، رغم ان ذاك الصلح مع با محمد كان يعتبر مستحيل، كان يعتبر الصلح المعجزه. لا
لان كان واحد الخصام ما بينه وبين نعيمه اكثر من سنه البدويه اكثر من سنه البدويه ما مشاتش عند خوها للدار وخوها ما مشاش عندها مشى للحاج جوجه وما مشاتش عنده وكان خصام وخلاف اكثر من الخلاف ديال الاخ مع الاخت ديالو كان خلاف ديال الاخ مع الام ديالو اليوم اصبحنا نرى ونشاهد ونعاين على ان كاينين الناس كيتخاصموا مع امهم وهذا الشيء ما كاينش عندنا في التقاليد وفي الاعراف ديالنا حنا كنعرفوا بان الابن اذا تخاصم مع امه هذا كيعني على انه غياخذ السخط لكن اكتشفنا بانه فعلا كان مخاصم مع امه وكان هذا الشرط صعيب لان من المفروض على ان الابن هو اللي يمشي عند الام ديالو ماشي الام اللي تمشي عند الاب ديالها عمل لا مشى للحج وهو مخاصم مع امه جا للحج وما جاتش عند امه حنا ماشي سخنا في العائله حنا نناقش الموضوع ومع ذلك باش كنقول لك انا الصعوبه ديال هذا الصلح هذا فين كاين ومع ذلك الام تنازلات ومشات عند الابن ديالها ونحن نعلم جيدا وهي نورمالمون خص الابن اللي خصو يمشي لعند الام ديالو انت لا كنتي مخاصم مع امك واش تجي عند لعندها انت لا تمشي عند الام ديالك وكنقول لك انا الصلح الحديبيه كانوا فيه شروط تكاد ان تكون شروط تعجيزيه ومع ذلك الام مشات عند الاب ديالها وانا اصفق لها من هذا المنبر واكثر من هذا وذلك وذاك نعيم البدوي وطاطا البديعه مشاو لعندو مشاو عند الاخ ديالو واخا كذلك ان شفنا ان كان واحد الشرط من ضمن الشروط انه ديال سعيد ولد نعيم البدوي يخرج يعتذر سعيد ولد نعيم البدوي اعتذر مباشره بعد خروجنا من المنزل ديال فتيحه القراويه مباشره بعد خروجنا من المنزل عيط ليه هاتفيا وقلت له الا كان ممكن راه كاين واحد الامل وغترجع الامور الى نصابها الحقيقي ونصابها الطبيعي الا كان ممكن وديسي سعيد تعتذر قطع قال لي هي ما تعاودش ديك الساعه طلع فيديو ديال الاعتذار ومشات نعيم البدوي عند الاخ ديالها واعتذرات ومشات طاطا بديع عند الاخ ديالها واعتذرات وفي الاخير من هادشي هذا كامل هاد المجهودات في الاخير دخلوا شياطين الانس ودخلوا قنوات للاسف كانوا كيناديو بالصلح لكن ملي شافوا بان الصلح على وشك انه يتم طلعوا كيرفضوا قبل المشاهده كاين واحد الرئيس ديالهم لا بغيتي نذكر سميته في الكارت ذكر السميه الرئيس ديالهم هو يوسف الزروالي النصاب رئيس الجمعيه الملكيه للمغاربه في اوروبا هو اللي كيسير هذه القنوات هو من الاتباع ديالو هو اللي كيسيرهم هو اللي كيحكم فيهم وبالتالي اصبح هؤلاء يتحكمون حتى في العائله الثانيه موضوع النقاش حتى العائله اصبحوا متحكم فيهم من طرف بعض القنوات ولاو كيعطوا القرارات واش تصالحوا واش ما تصالحوش هل يعقل عائله غنخليو البراني يدخل بيناتنا هنا غادي يكون مشكل كبير كان المشكل خصو يتحل وكان يكون التنازل وترجع طبيعه ديال الاسره المغربيه حنا بغينا نعطيو مثال يحتذى به عند جميع المغاربه ما بغيناش يكونوا هاد الخلافات اليوم كاين عائله في خلاف مع عائله مازال البراني مع البراني نقدروا نقولوا هادوك برانيين على بعضياتهم كاين الخلاف كاين الخصام كاين مجموعه من الامور لكن اليوم كنلاحظوا بان عائله الاخت واقفه قدام اختها الاخت داعيه بنت اختها دابا في نظريتك مراد كيف يعقل ان عائله واقفين قدام امام الهيئه المقرره واقفه قدامهم وشي كيشوف شي معلن بانهم راهما في خصام عائلة والجدة وكانت واقفة كذلك واقفة تما الجدة قدمت التنازل لأن شافت بأن هاد الخلافات هادي ما خصهاش تكبر علاش ما خصهاش تكبر لأنه كاين أطفال كاين جيل صاعد وسط العائلة ما بغيناش يطلع في ذاك الجيل يطلع فيه الكراهية والحقد ما بغيناش الولد يكره خالته ما بغيناش الخاله تكره ولد اختها ولا ولد بنت اختها جيل صاعد غادي يطلع يقدر يؤدي بنا هذا الى الحروب الاهليه لا قدر الله حنا ما بغيناش هذا الشيء يوصل حنا بغينا النهايه تكون نهايه سعيده ويتجمع هذا الخلاف هذا ويكون الصلح وبالتالي يكون التنازل وبالتالي نشوفوا هذا الرضيع هذا اللي داخل الاسوار السجنيه خارج الاسوار السجنيه ديك الام اليوم عندها طفله لا يتجاوز العمر ديالها الاربع سنوات تحتاج الى رعايه واخا على هذه القضيه ديال الطفله او الطفل شفنا انه خرجوا في واحد القضيه ديال التنمر على الاطفال هذا مشكل كبير وهذا الشيء اللي انا ناديت به قبل وحضرت منه قبل قلت لهم المشاكل مازال غادي تزيد تطور وسوف تصلون الى ما لا يحمد عقباه واليوم اصبح هذا يترجم على ارض الواقع اصبح نرى على ان الاطفال اصبحوا في مرمى سهام المتنمرين وماشي خارج العائله للاسف داخل العائله
اصبحنا اليوم نتنمر على اطفال لا حول لهم ولا قوه. ذنبهم الوحيد هو ان الاب ديالو او الام ديالو في السجن. ما ذنب ذلك الطفل؟ طفل صغير اصبح اليوم ينعت بانه حباس. على القضية ديال ذكر ديال حباس، شفنا انه في واحد الفيديو او واحد اللايف اللي كان مقطع اللي كنت شفت، انه كتقول بنت فاتحة القراوية كتقول بان ولد مريم انه حباس، الام ديالها حباسة، الزوج ديالها حباس، البنت غادي تخرج غادي يقولوا لها فين بلاصي يا كنوز، البنت غتخرج للزنقة غادي يقولوا لها فين هو الاب ديالك. هذا تنمر على اطفال لا حول لهم ولا قوة. من خلال المنبر ديالك ننادي جميع الجمعيات الحقوقية، جمعية الطفولة، انهم يتدخلوا في هذا الموضوع من اجل رد هؤلاء المتنمرين. كيف اليوم اصبح الاطفال ابرياء ينعتون بابشع النعوت؟ اين هي حقوق الطفل؟ اين حقوق الانسان؟ انتم كبار عندكم خلافات مع بعضياتكم الى الجحيم، لكن ما ذنب هؤلاء الاطفال؟ الاطفال خط احمر خويا ياسين، تبارك الله عليك، شكرا لك. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.